شنو اللي صار بالضبط؟ تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة لأنه الأخبار المتداولة سي عادل ما نحكي لكش يعني. هو هو اتصلت بين طبعا الجهة المعنية هي الإدارة الجهوية للصحة. الإدارة الجهوية للصحة هي اللي عندها المعطيات الصحيحة. اتصلت بينا يوم السبت تقريبا بعد نهار شوية قلنا اللي فما تلميذ أعطتنا اسمه والقصة نتاعه اللي هو والدي مع أحد الوالدين تحليله إيجابي. أيوة. فخذوا هما التلميذ وعملوا له التحليل زادة وهو بيده طفل طلع إيجابي. طبعا قعد للحجر الصحي أنت ما عاودش جاء للمكتب وإحنا أمس لحد قمنا على غرار ما نقوم به كل يوم من تنظيف القاعات وتعقيمها من بالماء وجفال وبنفس البروتوكول اتباعا للبروتوكول الصحي. امس قمنا بتعقيم المؤسسه نزيد باعتبارها حد والمفكر. قمنا بتعقيم كل الفضاءات من مرورا بالمدخل الرئيسي الى غايه الملاعب الرياضيه. يعني كل الفضاءات على راحتنا بمساعده بعض الجمعيات اللي مشكورة وفرصة باش نشكرها أن عاضت مجهوداتنا في أن حاكمنا كل الفضاءات وهذا هو البروتوكول. طبعا تلميذ مش بشي يرجع يقرأ لمدة 14 يوم حتى يزيد يوم واحد كيف اللي باش حسب ما بلغني أنه طب المدرسة يقولوا فما باش ياخذوا عينة مثلين اللي هم كانوا نهار الجمعة قاعدين قراب منه ولا نهار السبت معناتها اللي أربعة أو خمسة اللي داي المحيطين كيف في إطار التقاطي زادا يثبتوا باش ما يتضرش وفي القصة سي عادل القسم. نعم. اللي هو موجود فيه معناتها باش يصير اتخاذ اجراءات استثنائيه للقسم هذية ولا لا؟ لا لا لا, لا احنا توا طبعا حسب المعطيات اللي كما تعرف في سياده في البروتوكول الصحي ما يقف مثلا القسم الا ما يكون على الاقل ثلاثه حالات معناتها مش على الاقل ثلاثه حالات اللي يقدر في نفس القسم وقت أيوة. القسم هذاك يقف اللي هي في طالوكا معناتها احنا حاليا لا مش على خلق القسم يعني سي عادل خذوا عينات تلامذة اللي قاعدين قراب منه هو تباعد موجود على الاقل متر ومع ذلك اللي هم قراب الاربع الدايرين معناتها بالكرسي نتاعه هو بطبيعه هذوكم خذوهم الطب المدرسي باش يعملوا لهم التحليل كاجراء للتوقي معناتها وربي يسترنا ان شاء الله. هذه اذا بالنسبه للوضع في المدرسه الاعداديه في ابن خلدون. شكرا لك سي عادل على التوضيح هذايا واللي من خلال رساله بربي للتلامذة الكل في المؤسسات التربويه تو في المدارس الاعداديه وفي المعاهد الثانويه نعرفوهم يفهموا ويعرفوا شنو معناتها بروتوكول صحي شنو معناتها تابعت شنو معناتها اهميه انه يلبس الكمامه نتاعو انه يكونوا متباعدين على بعضهم بعد اذنك معناها من خلالهم هم اكثر حتى للسيدات والسادة الاولياء حاولوا انكم وليداتكم اللي لا قدر الله عنده شويه سخانه بطبيعه ولا كلام غير ما يمشي من اللول كان معنا تنبه على ولدك انه الكمامه راهو ماهوش اللي باش يتلاعب بها ولا باش يحطها في يديه راهو باش يلبسها فعلا راه حمايه ليه يعني لازم يكون يفسر لهم ديما اللي تصور انه اللي محيطين بيك لا قدر الله مرضى وانت هو اللي باش تمنع روحك معناتها هذا يمكن احسن كلمه نقولوها لوليداتنا باش كل حد ياخذ حذره الكمامه التباعد دبوس الجيل اللي في يده اللي يستعملها مع لمس كراسه لمس وراق لمس اي معناها سطح من الاسطح يحاول ديما جبالي عندنا السلوك هذايا ننتهجوه الناس كل التلامذه وحتى الكبار معنا. واضح سي عادل المديوني لمندوب الجهوي للتربيه بالكيف شكرا لك على تدخلك على هذه التوضيحات اللي امديتنا بها تحياتي ليك والى اللقاء. شوي اخر يكون حاضر معنا الاستاذ نجاح سالم استاذ القانون العام.